عليكم. هذا الدرس الرابع في رسم بلاطة الهردي. بعد رسم الجائز الرئيسي والأعصاب العريضة، سنبدأ اليوم في رسم الأعصاب العادية الموجودة بين صفوف الهردي. إذن طبعا هذه الأعصاب سنرسمها على طبقة مستقلة، هي اللاير 6. إذن أنشأت اللاير 6، وسأقوم بإخفاء طبقة الجائز الرئيسي وطبقة الأعصاب العريضة. تتوضع الأعصاب العادية بين صفوف الهردي، ونحن في مثالنا أخذنا عرضها يساوي 10 وارتفاعها 30. إذا نقوم أولا بجعل الأيقونة فرونت ونقلها إلى بداية رسم مكان رسم العصب العادي. إذا سنرسم مستطيل عند هذه الزاوية، نحدد ركنه آت 10.30. إذا 10.30 هو الحيز المخصص لهذا العصب. نجري له أوفست نحو الداخل 1 بمقدار فاي 10. طبعا في الأعصاب العادية لا نترك مسافة تغطية كبيرة، لأن المسافة كلها عبارة عن 10 سنت. إذا سنقوم بوضع حديد التسليح، واخترت أن يكون الحديد هو فاي 10. إذا يسلح العصب عادة بقضيبين سفليين وقضيب علوي. إذا هذا قضيب أيضا فاي 10، أخفض من المنتصف بنصف. إذا هذه القضبان المخصصة لتسليح العصب. إذا سأقوم بفك طبقة الجائز. نعود لنفس العملية التي قمنا بها في حالة العصب العريض. يجب أن يستند التسليح السفلي للعصب العادي، النقطة السفلية منه، على التسليح السفلي للجائز على النقطة العلوية من التسليح السفلي للجائز. نلاحظ أنه لدينا مسافة 5. أيضا بالنسبة للتسليح العلوي للعصب العادي، يجب أن تستند النقطة السفلية منه على النقطة العلوية من التسليح العلوي للجائز، إذا حتى يكون الاستناد صحيح. إذا يجب تخفيض هذه النقطة بمقدار 2. إذا قمنا بتجميد طبقة الجائز مرة ثانية. الآن نقوم بإجراء موف للحديد السفلي بمقدار 5 نحو الأعلى. طبعا الإسوارة ستبقى مغلفة، نزيحها 5. العملية تتم ببساطة بأوتوكاد 2013. إذا موف أيضا لهذا القضيب العلوي بمقدار 2، والإسوارة تلحق به بمقدار 2. طبعا كما ذكرنا الإسوارة هنا شكلها مثلثة، إذا نقوم ببساطة بإزاحة هذه القبضات إلى المنتصف للحصول على الشكل المثلثي للإسوارة. إذا حصلنا على الشكل المثلثي للإسوارة. الآن سوف نقوم بأوفست نصف نحو الخارج للوصول إلى محور الإسوارة. إذا هذا هو محور الإسوارة. طبعا زوايا الإسوارة تكون عادة مدورة، إذا نستطيع عن طريق الأمر فيليت مع نصف قطر صفر بتدوير زوايا الإسوارة. إذا قمنا بتدوير زوايا الإسوارة فيليت R صفر. الآن نقوم بإجراء قفل للإسوارة. إذا سأقوم أنا بعملية بسيطة، هي تفجير الإسوارة ومحي هذا الضلع، إعادة النقطة إلى المنتصف تماما، ثم نوحد الإسوارة عن جديد. طبعا عن طريق الأمر PE نحدد أحد القطع ثم Join. طبعا ذكرت سابقا اعتبارا من أوتوكاد 2012 نستطيع أخذ الخيار Join مباشرة من دون PE، ولكن للطلاب الذين يعملون على أوتوكاد 2010 فنأخذ الأمر PE نحدد إحدى القطع ثم Join. إذا هذا جزء من الإسوارة. سأقوم برسم خط مساعد هنا بمقدار 2 مثلا. إذا خط مساعد بمقدار 2 لتشكيل قفل الإسوارة، ونرسم لاين هنا من بداية القوس إلى طرف الخط. إذا تشكل لدينا الشكل العام للإسوارة. الآن ببساطة نحول الأيقونة إلى أيقونة دولية UCS Enter Enter. سأعتبر أن الإسوارة فاي 6، إذا سنأخذ دائرة نصف قطرها 3. طبعا فاي 6 مناسب، الإسوارة الأعصاب تكون صغيرة نسبيا. إذا نجري أمر بثق على مسار للدائرة. إذا نحتاج الآن أن تتابع الإسوارة حسب الخط. يوجد لدينا زر هو بثق السطوح Extrude Face الموجود تحت عملية التقاطع. ننقر داخل الدائرة Enter، ثم نأخذ Path، نطلب من هذا الجسم أن يتابع باتجاه الخط المائل الذي رسمناه. إذا هذا نقول له Extrude Path. إذا Extrude Face نستطيع من خلاله أن نبصق سطح من جسم، أن نبصق سطح من جسم بمقدار مسافة أو على مسار.
الآن نقوم بتقريب الدوائر الأصلية الممثلة للتسليح الطولي للعصب إلى مقدار 60، ثم نبثقها هذه الدوائر الثلاثة بمقدار كامل طول السقف، أي ناقص 420، أو في أوتوكاد 2013 يكفي أن ننقر نقطة في المكان الذي نريد الوصول إليه. إذا تشكل لدينا الحديد الطولي للعصب. الآن الإسوارة نقوم بنسخها كوبي عادي كل 20 سنتيمتر، طبعا إذا كل 20 نضع إسوارة، وهكذا قمنا بوضع الأساور كل 20. يوجد إسوارة في البداية خطأ، سأقوم بمحيها بعد قليل. إذا هذا تسليح العصب الأول، هذا هو تسليح العصب الأول. إذا تسليح العصب الأول نقوم الآن بنسخ هذا التسليح. المسافة من محور عصب إلى محور عصب 50، إذا مضاعفات 50 حتى الوصول إلى 450. ثم نقوم عن طريق الأمر ميرور MI Enter بنسخ هذه الأعصاب الموجودة في البلاطة الأولى، في الفتحة الأولى، إلى البلاطة الثانية، حيث خط التناظر يمر من مركز العمود الأول إلى مركز العمود الثاني، من مركز العمود هنا في الواجهة الأمامية إلى مركز العمود الوسطي في الواجهة الخلفية. إذا نكون قد وضعنا تسليح الأعصاب. لا بأس أن نتأكد، نأخذ مسقط فرونت، نلون الشكل. يجب أن تستند القضبان السفلي للعصب على القضبان السفلي للجائز، واضح عملية الاستناد، والحديد العلوي للعصب على الحديد العلوي للجائز، إذا عملية الاستناد صحيحة. إذا نكون قد ركبنا التسليح الطولي والأساور للأعصاب. إذا الأعصاب أصبحت الآن جاهزة. إذا هذا تسليح الأعصاب. إذا تسليح الأعصاب اكتمل، وهذا تسليح السقف، الجوائز الرئيسية، والأعصاب العريضة، والأعصاب العريضة، والأعصاب العادية. إذا كتسليح فإن تسليح السقف قد اكتمل. بقي لدينا فقط بلاطة التغطية فوق الهوردي، بلاطة سماكتها 6 سنتيمتر، لا نتركها بلا تسليح، وإنما نضع شبكتي تسليح متعامدتين نقول لهما شبكتي 6 ميلي. إذا هذا تسليح الجائز والعصب العريض والأعصاب العادي. نلاحظ هناك أسوار خطأ في الأعصاب العادي، سنقوم بعد قليل بمحيها. الأساور في الأعصاب العادي أخذناها كل 20. إذن هنا فقط سوف أزيل هذه الإسوارة لأن مكانها غير صحيح. التباعد هو كل 20. بعد ذلك سنقوم بالوقوف على طبقة مختلفة والبدء برسم شبكتي 6 ميلي التي تتوضع على الهوردي. إذا نبدأ الآن برسم شبكة 6 ميلي. نحول الأيقونة إلى فرونت ونرسم دائرة صغيرة أعلى من منتصف الهوردين بمقدار 0.3 ونصف قطرها 0.3. إذا هذا مقطع الدائرة الأولى، القضيب الأول. نقوم بتحريكه نحو الأمام إلى بداية البلاطة أي 60، ثم نقوم ببثقه بمقدار ناقص 420 فيتشكل لدينا القضيب الأول. إذا ثم ننسخ هذا القضيب، حيث يتم عادة وضع قضيب في منتصف كل هوردينة. إذا عملية نسخ بسيطة، نقوم بتوضيع هذه القضبان في منتصف كل هوردينة. إذا تشكلت لدينا الشبكة بالاتجاه الأول تتوضع على الهوردي. الآن نضع الشبكة في الاتجاه الثاني أيضا في منتصف هوردينة. نحول الأيقونة إلى لفت ونرسم دائرة مركزها أعلى، أيقونة لفت، نرسم دائرة مركزها أعلى ب0.3 ونصف قطرها 0.3. حتى لا تتداخل الشبكتين سأقوم بتحريك هذه الدائرة قليلا نحو الأعلى، موف نحو الأعلى بمقدار 0.6، ثم نحرك هذه الدائرة
طبعا يجب تحركها 30. أنا حركتها في بداية المساحة 60، ثم بعد ذلك أعدتها إلى 30. إذا يجب تحركها بمقدار 30. إذا نبصقها بمقدار نهاية السقف، كامل السقف. إذا ثم نجري كوبي لهذا التسليح بهذا الاتجاه. عادة عملية الكوبي تكون كل 40، أي هورديني نضع عليها وهورديني لا نضع عليها، وهكذا تشكلت لدينا شبكتين من التسليح نسميهما شبكتي الست ميلي. نلاحظ هاتين الشبكتين تتوضعان على الهورد مباشرة، ومهم جدا أن نقوم بتمرير هاتين الشبكتين أسفل الحديد الطولي للعصب، وبذلك نمنع حديد العصب من الانخفاض نحو الأسفل. إذن هكذا تم وضع شبكتي الست ميلي. إذن أصبح السقف كتسليح سقف كامل التسليح. بقي لدينا أن نصب السقف بالبيتون. بقي لدينا أن نصب السقف بالبيتون. سأقوم بصب السقف بالبيتون على نحو التالي. سأقوم برسم أماكن وجود البيتون، وهي عند الجوائز. هنا عند الجوائز لن أرسم السقف كله قطعة واحدة، وذلك لسبب أنني أريد أن أخذ لقطة سفلية لتوضيح كيف يظهر السقف من الأسفل. إذن هذا الجائز الرئيسي نجري له ميرور. أصبح لدينا الجائز الخلفي، الأعصاب العريضة. سأقوم برسم مستطيل لها عرضها 30، هذا العصب العريض. أيضا نجري له كوبي. إذن الأعصاب نجري لها كوبي مثلا بدلالة منتصف العمود أو بداية العمود، وننقله إلى المنتصف ثم إلى المنتصف. إذن هنا سوف تتوضع ونصب الأعصاب العريضة. الآن الأعصاب العادية على بعد 40 من العصب العريض. هنا مكان توضع أول عصب عادي، طبعا نجري له كوبي لأن المسافة من محور عصب إلى محور عصب هي عبارة عن 50. إذا نجري له كوبي عند مضاعفات 50. إذا نجري له كوبي عند مضاعفات 50، ثم عن طريق الأمر ميرور. إذا ثم عن طريق الأمر ميرور كوبي من مضاعفات 50 للوصول إلى 450، ثم عن طريق الأمر ميرور نقوم بنسخ هذه الأعصاب إلى الجهة الثانية. في البداية أثناء النسخ قمت بنسي أحد الأعصاب، سأقوم بعد قليل برسمه. إذا هنا ناقص عصب في الجهة اليمينية، بعد قليل نرسمه. إذا هذه البلاطة، هذا مسقط البلاطة العلوية. إذا هذا مسقط البلاطة العلوية. إذا نقوم أولا بتحريك هذه البلاطة العلوية نحو الأعلى 24 بمقدار سماكة الهوردي، ثم نبثقها بمقدار 6، ثم نبصق الجوائز والأعصاب العادية والأعصاب العريضة بمقدار 24. إذا نقوم بعملية البثق، يمكن تحديد كامل الشكل أصلا، لأن الشيء المبثوق لا يبصق مرة تانية. إذا بثقناها بمقدار 24. طبعا البيتون يكون كتلة واحدة وليس مجزأ كما رسمته أنا، ولكن أريد أن أوضح فكرة بعد قليل. إذا هذه الأعصاب، هذه البلاطة تبدو هكذا إذا نظرنا إليها من الأسفل. هنا سأقوم أولا بتعويض العصب الناقص عن طريق الأمر كوبي. نقوم بنسخه إلى مسافة 50. إذن حجزنا أماكن الأعصاب كافة. طبعا بعد الصب نقوم بفك الخشب. إذن وهذه الهوردي، إذن فسقف الهوردي يظهر بالأسفل كما يلي. بعد تجمد الباطون وفك الخشب يظهر سقف الهوردي كما يلي: صفوف هوردي متتالية وبينها الأعصاب.
طبعا ميزة الهوردي أن الأعصاب والجوائز والأعصاب العريضة كلها مخفية غالبا ضمن السقف، لا نلجأ إلا في بعض الحالات الخاصة في الهوردي إلى الجوائز المتدلي. إذا هذا سقف الهوردي، والتسليح كله هو موجود ضمن السقف. إذا هذا التسليح للجوائز والأعصاب العادية والأعصاب العريضة، وهو موجود طبعا ضمن السقف. إذن هذا التسليح موجود ضمن السقف. طبعا الباطون هو كتلة واحدة.